أخي هلأ على وش جواز، يعني عم يجهز لعرسه. معناتها إجا دورك ليفرحوا فيكي؟ عم نجهز له إله، أنا لهيك ما حكيت. هلأ أخي استأجر قهوة مشان يزبط وضعه من إسماعيل. أخي كتير حباب ولذيذ وعاقل وفهمان وبيستوعب كل شي، حتى كتير بيضل شايل هم أهله. ديما المعنى بتحب تتعرف علي؟ مو بس على أخي، على نهال وإسماعيل أنت أصلاً بتعرفه، هو لأنه هن حابين يتعرفوا عليك. حكيتي لهم يعني؟ إيه يعني إيه أكيد بشوفهم، على الأغلب بيكون مشغول بالهم مين رح ياخد ديما منهم. بتقدر تقول هيك شي؟ طيب أنا بمرق لعندكم. طيب رح يمرق لعندنا إنه يتعرف عليهم. آخ يا ياسمين، معناتها بتعرف من الأول إنه داني كان بده المجموعة. يا غسان كانت بتقدر تنبهنا بأي طريقة لو بدها، بس ما نبهتنا. أنا ما عاد عندي أبداً ثقة بياسمين. يلي بيكذب مرة بيكذب على طول، ومن ناحيتي موضوع الثقة بياسمين منتهي. نحن عاملنا ياسمين أحسن معاملة، اشتغلنا مع بعض وتعبنا سوا. هي شو عملت؟ غدرت فيني وفيك وما سألت على حدا. عمر الحق معك، فهمان عليك، بس أنا كمان غلطت معك، ما هيك؟ غسان إذا حدا غدرك مرة فالعيب عليه، إذا غدرك مرتين العيب فيك لأنه ما تعلمت. ياسمين مو أول مرة بتساوي معنا هيك، ما لازم نسمح لها تبقى معنا. عم أقول خلينا نهدي كم يوم، على قليلة لازم نسمع ياسمين شو رح تقول. أنت اسمع، أنا ما عاد فيني اسمع مبررات للكذب، القصة خلصت عندي. بعد هيك ما قبل يحكي معي، عمر ما بيسامح على شيء. شوف شو بدك، أنا بمكتبي. عمر بيك، أنا في موضوع لازم أحكيه مع غسان بيك، بعد إذنك. طيب ديما شبك؟ ما في شي رواق. واضح انك مزعوجة، شو حكيتي مع غسان؟ لا مو هيك القصة، صحيح انا ما حكيت لك عن جديد، انقبلت بمعهد لتعليم التصميم، رح بلش من اليوم. كتير حلو هالخبر، اكيد وقت اللي شافوا موهبتك ما حبوا يروحوها هيك. معناتها اكيد شافوا فيني امل. ايه بس انا اول واحد شفته، الواحد ما لازم يهمل حاله. أكيد لولاك ما كنت تحمست للموضوع، كل شي بعرفه تعلمته منك. كأنه التلميذ رح يغلب أستاذه وبيجوز نتنافس. مستحيل، أنا بحياتي ما بتنافس معك. لا ليش؟ بيجوز أنا وياكي نتسلى كتير. والله برأيي ما رح نتسلى أبداً، لأنه كل مرة أنت يلي رح تفوز، شو اللي بيسلي بقى؟ أنت عم تستخفي بحالك. كأنه ما بيكفي إنك حلوة هالقد، لسه بدك تشغلينا بموهبتك، ما هيك؟ شوفوا مين اللي عم يحكي. كيف بتقدري تجمعي كل هالشغلات؟ عمر نحن لسه بالشغل. وشو فيها بقى؟ مو حلوة كتير يعني. ليش؟ بصراحة ما بدي حدا يعرف بها الموضوع. قصدك بدنا نخبي؟ يعني منخبي فترة صغيرة مو أكتر. ماشي ديما، مثل ما بدك. ماشي.